اقترح خدمة أو قائمة بلاي ليست. إذا أولا ستدخلون إلى الدخول إلى قناة باليوتيوب سليمان أمستي، بعدها الضغط على بلاي ليست ستجدون الدروس مرتبة. تنظرون للتلفزيون تجدون الدروس، ثم تختارون تبحثون عن الدرس أو الدروس التي ترغبون في مشاهدتها. مثلا لكي أشاهد درس المعادلات سأضغط على درس المعادلات، ثم ستجد الفيديوهات المتعلقة بدرس المعادلات. بعدها ستعودون وتختارون بنفس العملية بالنسبة للدروس مرحبا بالجميع. إذا في هذا الفيديو سنتحدث عن درس المجالات والحصر، يعني تمارين للفيديو الرابع، تمارين للحصر والمجال. نعتبر إكس ينتمي للمجال ناقص 3 1، نسوي الأول أوجه الحصر للتعبير إكس زائد 1 إكس زائد 4 عفوا. السؤال الأول لدينا إكس ينتمي إلى المجال ناقص 3 1، مجال مغلق. إذا الآن هذا المجال سأكتبه على شكل كتابة ديال الحصر، يعني إكس محصور عندي مغلق يعني أو يساوي يعني 1 وأنا ناقص 3، ودائما 1 هو الأقوى من ناقص 3. الآن نريد حصر لإكس زائد 4، إذا سأضيف هنا 4 سأضيف هنا 4 سأضيف 4، إذا سأضيف ستعمل خصائص الترتيب، إذا سأضيف 4 ولن يتغير الترتيب. ناقص 3 زائد 4 أصغر من إكس زائد 4 أصغر من 4 زائد 1 أو 1 زائد 4. ناقص 3 زائد 4 يعني 1، إكس زائد 4 أصغر من 5. إن وجدت أن إكس زائد 4 محصور بين 1 و 5، يعني السؤال الثاني استنتج أن إكس زائد 4 يخالف 0 أو غير لا يساوي 0. إذا من الواضح أن إكس محصور بين 1 و 5، إذا إكس راه يخالف 0 لأن 1 أكبر من 0. السؤال الثاني لدينا أنت بإمكانك أن تعبر كما تريد، أن تقول أن إكس محصور إكس زائد 4 محصور بين 1 و 5 يعني أن إكس يخالف 0، أو أن إكس زائد 4 أكبر من 1 و 1 أكبر من 0. إذا لدينا إكس زائد 4 محصور بين 5 و 1 و 5 و 1 راه أكبر قطعا من 0، إذا إكس زائد 4 راه يخالف أو لا يساوي 0. من الواضح أنه إكس زائد 4 محصور بين 5 وبالتالي راه إكس زائد 4 راه يخالف أو يساوي 0. السؤال الثالث نعتبر عبارة أ تساوي هذا التعبير. السؤال الأول حدد علامة أو إشارة التعبير 2 إكس زائد 1، نريد إشارة أو علامة هل هذا التعبير موجب أم سالب. السؤال الثالث ألف من علامة 2 إكس أو إشارة 2 إكس زائد 1، لذلك سأحتاج إلى حصر 2 إكس زائد 1، لذلك سنقوم بحصر 2 إكس زائد 1. لدينا إكس محصور حسب المعطيات 1 وناقص 3، سأضرب في 2 2 عدد موجب، إذن 2 في ناقص 3 إذا لم يتغير الترتيب لأن 2 عدد موجب، أصغر من 2 في إكس أصغر من 2 في 1. إذا ضربت جميع الأطراف في 2 2 عدد موجب لأن يتغير الترتيب، يعني ناقص 6 أصغر من 2 إكس أصغر من 2. الآن سأضيف 1 لكلا لجميع الأطراف، ناقص 6 زائد 1 أصغر من 2 إكس زائد 1 2 زائد 1، فسأجد أن 2 إكس زائد 1 محصور بين، يعني 2 زائد 1 هي 3 وهنا ناقص 5، وبالتالي علامة هذا المجموع التعبير 2 زائد إكس غير معروفة. هناك حالتين قد يكون موجب وقد يكون سالب. الآن السؤال بقى بين أن تساوي هذا التعبير، إذا لماذا طرح هذا السؤال؟ وجدت أن التعبير 2 إكس زائد 1 محصور بين عددين مختلفين العلامة أو لهما علامتين مختلفتين، يعني هناك حالتين يجب أن تقوم بدرس الحالة موجب والحالة سالب، لذلك سنختار طريقة أخرى، لذلك سنقوم بتبسيط أو كتابة التعبير على صيغة أخرى. إذا بين أن أ تساوي هذا التعبير، إذا هنا أنا سأنطلق من هذا، إذا ب سؤال ب لنبين أن أ
يقيس 7 على x زائد 4. لماذا هذا السؤال؟ لكي يقوم بحصر A لكي تكون أعداد لها نفس العلامة. إذا بما أن بيّن سنطلق من A لأصل هذا التعبير أو سنطلق من هذا التعبير لأصل إلى A، أنا سنطلق من هذا التعبير، أقوم بتوحيد المقامات 2 ناقص 7 على x زائد 4 يساوي هذه راه على 1. إذا سأضرب الوصف المقام في x زائد 4 هنا 7، إذا أنا سأضرب في هذا العدد x زائد 4، إذا سأضرب 1 في x زائد 4 يصبح 1 عامل مجموعين بين قوسين 2 مضروب ذلك المجموع x زائد 4 وحد المقامات. سأبسط إذا سيصبح يعدل في 1 والعدد نفسه بالنسبة للمقام. سأقوم بالنشر 2 في x يعني 2 x زائد 2 في 4 يعني زائد 8 ناقص القصر الثاني. المقام الواحد هو x زائد 4، سنحتفظ بنفس المقام ونجمع الوسطين ونطرح الوسطين. في الحالة سأطرح إذا x زائد 8 ناقص 7. الآن سأقوم بتبسيط زائد 8 ناقص 7 لأجد أن 2 x زائد 8 زائد ناقص 7 هي 1 على x زائد 4 اللي هي كتساوي التعبير A، ومنه A يساوي 2 ناقص 7 على x زائد 4، هذا هو تعبير A. تبسيط كتابة أخرى للتعبير A. إذا السؤال جيم أوجد حصر للتعبير ناقص هذا 7 على هذا المجموع، إذا جيم حصر ناقص 7 على x زائد 4. إذا سأبدأ بهذه العبارة، راه فيها خصائص الترتيب، يعني x أضيف عليه 4 بعد ذلك أقوم بالمقلوب ثم أضرب في 7 بعدها أضرب في ناقص 1، أو تقوم أو تقول أنك تضرب في ناقص 7 بشكل مباشر. حسب ما سبق وجدت أن x زائد 4 محصور بين 1 و 5، إذا 1 و 5 عددين موجبين لهما نفس العلامة، سأقوم بالمقلوب. إذا 1 على x زائد 4 محصور، إذا تركت الرمز، إذا سأقوم بالمقلوب وأغير الأطراف. لأن كنت بالمقلوب أعدد لها نفس العلامة، لأن طلبت الرمز كما هو، إذا سأقوم بقلب الأطراف، إذا الواحد سيكون هنا، خمسة سيكون هنا، ودائما واحد على واحد على أربعة، واحد على خمسة، بعدها سأضرب في 7، إذا 7 في 7 عدد من الموجب، إذا لن يتغير الترتيب، أو بإمكانك أن تقول سأضرب في ناقص 7، أنا سأضرب في 7 أولا، في 1 على 5، 7 في 1 على x زائد 4 أصغر من 7 في 1 على 1 اللي هي 1، 1 على 1 اللي هي 1. الآن سأوسط، إذا 7 على 5 أصغر من 7 في 1 يعني 7 على x زائد 4 أصغر من 7. أنا أريد ناقص هذا 7 على هذا العدد، يعني مقابل هذا العدد. إذا بإمكانك أن تضرب في ناقص 7 منذ البداية. إذا ناقص 7 على x زائد 4 سيكون محصور، إذا ناقص يعني المقابل، الأوبوزي. إذا بما أن تركت الرمز كما هو، إذا سأغير في الأطراف، إذا 7 على 5 مقابله هو ناقص 7 على 5 سيكون هنا، ثم 7 مقابله سيكون ناقص 7، هذا هو حصر وقدرمون ديال هذا التعبير. الآن إلى السؤال د، بين أما أ ينتمي إلى مجال ناقص 5، 3 على 5 المجال المغلق. إذا سنحتاج حصر تعبير أ، إذا أ هناك عبارة كتابتين، كان هذه الكتابة وهذه الكتابة. بالنسبة لهذه الكتابة وجدنا أن البسط 2 إكس زائد 1 محصور بين عددين مختلفين العلامة، يعني موجب وسيكون في حالتين. عوض أن أقوم بدراسة حالتين سنقوم باستعمال العبارة الثانية. الحالة الثانية، إذا لدي حصر ناقص 7 على x زائد 4، إذا سأضيف 2 فقط، إذا هذه العبارة تساوي 2 زائد ناقص 2 زائد ناقص x على 4، بمعنى حصر ناقص 7 على x زائد 4 سأضيف إليه 2. إذا وجدنا حسب السؤال السابق أن ناقص 7 على x زائد 4 محصور أو يساوي هنا ناقص 7 وناقص 7 على 5.
الآن سأضيف 2 زائد 2 زائد ناقص 7 أصغر من 2 زائد، بما أنني أضفت 2 لن تغير الترتيب، ناقص 7 على x زائد 4 أصغر من 2 زائد ناقص 7 على، حتى بإمكانك أن تكتب بشكل مباشر 2 ناقص، ولكن أنا أردت أن أوضح أن هناك عملية الجمع، يعني 2 زائد ناقص 7 هي ناقص 5 أصغر من، سأزيل الأقواس، أو سأحذف الأقواس، تسبق الإشارة تبع الزائد، ما فيهاش إشكالية، يعني 2 ناقص 7 على x زائد 4 أصغر من، هنا سأقوم بتوحيد المقالة، 2 راهي 2 على 1 سأضرب هنا في 5، سأضرب هنا في 5 يعني 10 على 5 زائد ناقص 7 على 5، إذا ناقص 5 أصغر من، إذا هذه العبارة سأعوضها ب أ، يعني أ أصغر من، إذا سأحتفظ بنفس المقام هو 5، وأجمع البسطين 10 زائد ناقص 7 هي 3، إذا وجدت أن محصور بين ناقص 5 و 3 على 5، مما يعني أن أ ينتمي إلى المجال، ومنه أ ينتمي إلى المجال المغلق ناقص 5 بوينت فاغيل 3 على 5. شكرا لكم على المشاهدة.